الرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة إلى سلطنة عمان سيتم اليوم 29 من أكتوبر 2024 للميلاد توقيع مذكرات تفاهم بين سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هنا في قصر العلم العام. أولاً، مذكرة تفاهم في المجال التربوي يوقعها من الجانب العماني معالي السيد وزير الخارجية، ومن الجانب الجزائري معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية للخارج. ثانياً، مذكرة تفاهم في مجال التشغيل والتدريب يوقعها من الجانب العماني معالي السيد وزير الخارجية، ومن الجانب الجزائري معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية للخارج. ثالثاً، مذكرة تفاهم في مجال الإعلام يوقعها من الجانب العماني معالي السيد وزير الخارجية، ومن الجانب الجزائري معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية للخارج. خامساً، مذكرة